مرحبا بكم فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. ايها الطيبون والطيبات، اليوم عندي لكم واحد اعلان غادي يعجب بزاف اصحاب القنوات على اليوتيوب. المهم غنبدا واحد السلسله جديده، وانا قبل ما نبداو الفيديو كنبغي نشكر مهبوله مهبوله مكالش. انا كل مره قبل ما نشوف فيديو كندير لايك على خاطر نبغيك، اي ما تنسانيش كيخلصوا قسم معايا الدراهم ولا خطبني دبر راسك. المهم كنشكرك بزاف. الاخوان الاشاره فقط، من اليوم غادي نبقاو نحطوا في كل فيديو تعليق زوين، تعليق اللي عجبني، تعليق اللي صراحه تيكون محفز، تعليق اللي تيكون يعني زوين. وداك الشيء كنشجعكم انكم تبقاو ديروا تعليقات، حيت التعليقات ديالكم كنقراها والتعليقات ديالكم هي اللي كتشجعنا. يعني من اليوم فصاعدا في اي فيديو غادي نوضعوا تعليق زوين على اخر فيديو درناه، داكشي علاش كنطلب منكم توضعوا التعليق ديالكم. المهم ندوزوا الاعلان ديالنا. المهم عندي واحد السلسله غادي نبداوها، سلسله خاصه باصحاب القنوات. غنبدا واحد السلسله انه غيولي دعم للقنوات، يعني انا كنحاول ندير جهدي يعني في القناه كل مره من اجلكم، نقدموا نصائح، كنجيب لكم اخبار، كنحاولوا اننا نضحكوا شويه، نقدموا فيديوهات مضحكه، نجيبوا قصص ديال الناس باش تستافدوا من قصص ديال الناس، نعاودوا قصص قبل النوم باش تاخذوا العبره كذلك. هذه المره قهرونا داك الناس ديال اشترك في قناتي، اشترك في قناتك اردوا مردوده ب 100 حساب، هذاك الشيء غير تخربيق. المهم وضعت تعليق كيف ما كان، الا بغيتي التعليق ديالك يدوز في الفيديو ما جاي. كذلك الناس اصحاب القنوات وضعوا تعليق بلا ما تكتبوا ديك اشترك في قناتي، وضعوا التعليق ديالك شنو القناه ديالك فاش كتخصص، علاش الناس خاصهم يديروا الاشتراك في القناه ديالك. وان شاء الله يعني غنديروا قرعه، وكل اسبوع او كل 3 ايام غنبقاو نديروا فيديو غادي نخصصوا فيه نهضروا على مثلا 3 قنوات او 4 قنوات او قناه واحده ولا 5 قنوات على حساب، غير باش الناس يكتشفوا القناه ديالك. المهم هذا جهدي عليكم وصافي. المهم كنتمنى الفكره تكون عجباتكم، كنتمنى انكم تبداو دابا باش الفيديو الماجي ان شاء الله هذا الاسبوع ولا الاسبوع المقبل ان شاء الله نبداو القليل ديال دعم القنوات. المهم نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.